الويفورمز اللي احنا بنستعملها بحياتنا اليومية هي sinusoidal waveform. مش هيك لما نقول AC نقول sinusoidal waveform. ايش هاي الويفورم؟ فيها تو بارامترز مهمين. ايش هم؟ البيك. مش هيك البيك تبعها؟ البيك تبع هذه الويفورم اللي ممكن بالحالة هاي اسميه VP. هذا هو البيك تبع السينوسويد. تمام؟ ايش الاشي الثاني البارامتر المهم لهي الويفورم؟ الفريكونس اللي هي من البيريود، بجيبها من البيريود، بس عندي هون الفريكونس. شو اللي بحدد الفريكونسي؟ البيريود. مش هيك؟ البيريود هي الزمن ما بين تو كونسكتيف بوينتس على الويف فورم متشابهين. هاي النقطة وهاي النقطة مش متشابهين، ليش؟ هاي النقطة وهاي النقطة مش متشابهين. لازم يكون في لأنه هذه طالعة وهاي نازلة، مش هيك؟ هما مش ايدنتيكال بوينتس على الويف فورم. لكن هاي النقطة وهاي النقطة متشابهين، هاي النقطة وهاي النقطة متشابهين. فأي المسافة ما بين أي نقطتين متتاليتين متشابهين هي عبارة عن البيريود، مش هيك؟ تي. وتي علاقتها بإف واحد على الفريكونسي تبعت السيجنال، مش هيك؟ الفريكونسي مثلا إذا كانت الفريكونسي 50 هرتز، قديش بتكون البيريود؟ تي تساوي واحد على 50 هرتز وتساوي 20 ملي سكندز. 20 ملي سكندز معناها هاي المسافة من هون لهون هي 10 ملي سكند، والمسافة من هون لهون هي 10 ملي سكند. واضحة هاي النقطة؟ هذا اللي بيميز هذه الويف فورم، هذه sinusoidal ويف فورم. فبقدر أوصف هاي sinusoidal ويف فورم بثلاث أشياء. هدول مطلوبين عشان أعملها uniquely identification. إيش هم الثلاث أشياء اللي لازم يكونوا عندي؟ ثلاث parameters أو ثلاث أرقام حتى اوصف هاي الويف فورم 100%. اول واحد البيك، مش هيك؟ والبيك هون بلس هو نفسه البيك هون ماينس، مزبوط. ايش الاشي الثاني؟ الفريكونسي او البيريد، هم عكس بعض. فلازم اعرف الزمن ما بين هون وهون، بين هاي النقطه وهاي النقطه، او هاي النقطه وهاي النقطه، ومنه بقدر احدد الفريكونسي. فبقول هذا السبلاي او هاي الفريكونسي هون هي 50 هرتز اللي هي 314 راد بير سكند. اوكي، هو نفس الوصف، يا بقول 50 هرتز يا بقول 314 راد بير سكند. لكن هذا مش كافي، في ضل شيء ثالث لازم احدده. الفيز انجل، والفيز انجل بالحاله هاي زيرو، لانه الزيرو كروسنج او الزيرو تبع هذه الويف فورم بيش جاي على زيرو سكندز. هدول الثلاث اشياء لازم يكونوا موجودين حتى اقدر اوصف هاي الويف فورم وصف كامل. تمام؟ اذا انا بحتاج البيك فولتج او كرنت، لانه ممكن هاي الويف فورم تكون فولتج او كرنت او اي سيجنال ثاني. بيك فولتج، بيك كرنت، وهذا راح يكون معامل الساينوسويد للسيجنال هاي. فلما باجي بكتب هاي الساينوسويد بقول في اوف اوميجا تي او في اوف تي بتساوي في عندي ساين. الزاويه هون ايش؟ زيرو. اذا هاي راح تكون زائد زيرو. معامل تي ايش راح يكون؟ اف ولا اوميجا؟ اوميجا. اوميجا. ايش العلاقه بين اوميجا واف؟ اوميجا تساوي 2 باي اف. 2 باي اف، مش هيك؟ اذا اوميجا بتساوي 2 في 3.14 في 50 اللي هي بتساوي اظن بتطلع 314 راد بير سكند. هذه اوميجا. اوميجا اللي بحطها معامل تي مش اف. اوكي؟ فبصير عندي هون اوميجا تي، والبيك تبع الساينوسويد او معامل الساينوسويد شو بيكون؟ في في بي. تمام؟ اذا نحسب الكرنت اي، واذا كانه كرنت ممتاز، فعندي هون اي اوف تي بتساوي اي اوف اوميجا تي، فبتساوي اي بيك ساين. واذا كان لها زاويه او اذا لها زاويه ممكن يكون لها زاويه، فممكن هاي رح تكون مثلا 314 تي زائد الزاويه مش بالدجريز بحطها، بايش لازم احطها؟ الزاويه وحدتها راد راديان. فلازم احط الزاويه ثيتا راد اذا كانه هذا شفته. هاي الثلاث اشياء اللي مطلوبه تو يونيكلي ايدنتيفاي ا ساينوسويد. المعامل تبع الساين اللي هو البيك تبع الويف فورم. ولاحظوا لما ساين يكون ساين 90 درجه او باي على 2 بصير ساين واحد، هذا واحد مش هيك؟ فواحد بنضرب في اي بيك، شو بعطيني؟ بعطيني القيمة هاي البيك اللي هو.
لما تكون هذه زيرو بتكون هون فبتصير ساين زيرو زيرو في هذا الرقم بعطيني زيرو فبنطبق على هدول القيم اللي موجودة هون. هذا الوصف الكامل. هل أنا كل ما بدي أوصف الويف فورم الفولتج بدي أعيد كل هذا الكلام؟ لا، أنا بدي أستخرج أشياء مهمة. أول إشي الشبكة كلها الوطنية الناشنال جريد إيش بتتشارك بإيش؟ إيش كومن بينهم؟ الفريكونسي. إذن أنا ما بحتاج أعيد الفريكونسي، مظبوط؟ إيش لازم أذكر لأي ويف فورم؟ الفولتج والفيز أنجل، تمام؟ لكن الفولتج ما بذكر البيك. ليش ما بذكر البيك؟ ليش إحنا ما بنستعمل البيك في الصناعة؟ ما عمري بروح على محطة توليد في الأردن وبسأل قديش التوليد وبقولوا لي البيك فاليو، شو بعطوني دائماً؟ الRMS. إذن إحنا دائماً بنستخدم الRMS. الRMS is a better representation of the power present in the signal. بعطيني تمثيل أفضل. أفضل من هذا التمثيل. لاحظوا هذا التمثيل مش تمثيل مناسب. ليش؟ قديش الويف فورم قضت على هاي القيمة؟ كم من الوقت قضت على هاي القيمة كانت موجودة؟ تقريبا صفر تقريبا، بس كانت هون وكانت هون. معظم وقتها قديش كانت؟ كانت هون وهون وهون، وفترة كانت زيرو وفترة كانت ماينس، مش هيك؟ إذا أنا بدي أحاول أطلع رقم يكون a better representation. شو يعني representation؟ تمثيل. تمثيل. إذا the peak value اللي هو معامل السينوسويد is not a good representation of H of the power present in the signal. ما يمثل بشكل جيد الباور اللي بتحتويها هاي السيجنال. يعني لو بدي استخدم هاي الويف فورم واشغل فيها مدفأة كهربائية في رقم افضل من رقم الفي بيك يحكي لي قديش الباور الموجودة فيها عشان ادفع عليها، تمام؟ في رقم افضل من هذا الرقم. لو انا جيت ذكرت هذا الرقم انا عمالي بعطي رقم منقوص غير ممثل. اذا is not a good representation of، انا عم بحكي باور عن اي يونت عم بحكي؟ واتس. ريل باور او اكتيف باور is a representation of، اذا بدك حط هون ريل باور contained مين البتر ريبريزنتيشن؟ طب الافرج ليش ما اخذ الافرج هون؟ افرج صفر. افرج صفر. باي ديفينيشن الاي سي سيجنال ايش تعريفها؟ افرج صفر. لانه الاريا هاي مساويه للاريا، تمام؟ اذا لازم يكون في عندي شيء احسن. الباور على فكره مع ايش بتتناسب؟ مع في ولا مع في سكوير؟ سكوير. مع سكوير، اوكي؟ اذا الباور اللي موجوده بالسيجنال بتتناسب بشكل افضل مع مربع السيجنال ومش مع القيمه تبعت السيجنال نفسها. إذن we use root mean square اللي بنختصرهم RMS value of the signal to represent the power contained within it. واضح من وين اجت الار ام اس؟ انا عم بحاول اطلع بمجر يمثل الباور الموجوده للسيجنال، بحيث اذا اخذت هذا الرقم وربعته مع ايش يكون يتناسب؟ مع الباور الموجوده بالسيجنال، تمام؟ لو اخذت هذا الرقم وربعته ما بيمثل الباور الموجوده بالسيجنال، بيمثل ضعفها، وهذا مش صحيح، تمام؟ لو اخذت في بي الكابيتال في بي وربعتها ضربتها في R أو قسمتها على R ما بيمثل. مين اللي بيمثل التمثيل الأفضل للباور؟ إني أخذ الـ VRMS. والـ VRMS نرمز له بالرمز هذا. راح أحط أنا الأحرف الصغيرة VRMS. شو بتلاحظوا على الـ V هون؟ كابيتال. شو بتلاحظوا على الـ V هاي؟ أو الـ V هاي؟ سمول. ولاحظ هذه الـ V function of time. فهاي بتحكي لي قيمة السيجنال في أي لحظة من اللحظات.
والله بدك تعرف قيمة السيجنال at zero time، حط zero عوض وشوف. بدك تعرف قيمة السيجنال at 90 degrees. 90 degrees يعني 5 ملي سكند. حط 5 ملي سكند بيطلع معك VP. بدك تعرف قيمة السيجنال ب 180 درجة بعد 10 ملي سكند. حط 10 ملي سكند بيطلع معك zero. بدك تحطها بعد 15 ملي سكند تحطها هون. هاي بتعطيني، ولذلك هذه بنسميها، هاي القيمة هون رح نسميها أو الاسم. هذا الـ V الصغيرة هاي اللي هي function of time بنسميها instantaneous. من ناحية عملية في الصناعة ما إلها أي قيمة. ما رح أجي أفتش أقول قديش قيمتها الآن، أنا عارف إنها sinusoid. واضح تمام؟ والبيك كمان ما بهمني. البيك ما بيمثل إشي لأنه البيك مش good representation. What is the best representation? VRMS. ولاحظوا هاي القيمة capital معناها هي constant. ففي قيمة رح تطلع معنا هون تقريبا هون قيمتها constant لأني عملت لها processing وحطيتها على شكل capital. في افرج طبعا ما بتنفع هون مش هيك؟ في افرج وينها؟ الـ by definition هي زيرو. في افرج بتنفعني في الدي سي اللي هي نفسها ار ام اس هنا للدي سي، بس للاي سي هون لازم اطلع الـ في ار ام اس. حتى احسب هذه الـ في ار ام اس بتعرف شو بنعمل؟ بنربع السيجنال، بربع الانستنتينيوس فاليو تبعت السيجنال، بعملها تكامل من صفر ل 360 درجه، برد بعدين وبقسمها على 360 درجه وباخذ الجذر التربيعي. هذا من هون اللي هو تعريف الـ ار ام اس. ففي ار ام اس شوفوا شو بتساوي. الجذر التربيعي واحد على 2 باي. شو 2 باي هون؟ شو بتمثل 2 باي؟ بيريود وحدة. تمام. وايش وحدتها؟ 2 باي 2 باي رادز. مش هاي كاملة، هذه عبارة عن 2 باي رادز اللي هي 360 درجة. فأنا عمالي كأني بقسم على 360 درجة، كأني عمالي باخذ افرج لإشي. شو هو اللي باخذ له افرج؟ من وين لوين بدي أكامل؟ من صفر ل 2 باي، و 2 باي هي رادز مش هيك؟ وهي وحدة الزاوية. وشو اللي بدي أكامله؟ بدي آخذ في أو أوميجا تي وبدي أربعها. فشوفوا شو عم نعمل، كأني عمالي بقول حتى أعرف الباور الموجودة بالسيجنال هاي ربعها. تمام؟ مش ربع، مش لو عملت أنا في سكوير آر، شو في سكوير على آر شو بتعطيني؟ في سكوير على آر دائما شو بتمثل؟ باور. فكأني عمالي بقول لو افترض انه ار واحد 1 اوم، فانا عندي هون ربعت في كاملتها على 360 درجه وبعدين طلعت الافرج تبعها. وعشان اعوض السكويرنج اللي هون شو بدي تعمله؟ هاي روت مين سكوير، روت مين شو يعني؟ اي حاله بتكامل انت على 360 درجه وبتقسم على 360 درجه كانك عم تطلع الافرج. بس الافرج لمين؟ مش لفي. لو اني حطيت هون في شو كان راح يطلع معي؟ صفر. ممتاز. بس انا ما حطيت هون، حطيت في سكوير، كانها في سكوير ضربت قسمتها على ار وبعدين رديت شلت الار بعدين. فكاني عمالي بقول كامل مربع السيجنال، الباور الموجوده بالسيجنال ربعها كاملها اقسم على 2 باي وخذ الجذر. بعطيك رقم، الرقم هذا مهم لاني لو جبت الرقم هذا وربعته وقسمته على ار مش بعطيني الباور اللي بالسيجنال. هلا صار هون انا لما اجي اقول هذا عندي هون 220 فولت مش هيك، وجبت مقاومه، جبت مدفاه حراريه وحطيت ال 220 على هاي المدفاه الحراريه، الباور اللي راح احسها الحراره راح تطلع مش راح تتناسب مع مربع هاي. تمام؟ مش مع مربع. اوكي. إذا هون عندي VRMS، فالآن لو جبت هذا الـ VRMS وحطيته على مقاومة، المقاومة رمز لإيش هون أو نموذج لإيش؟ عد الهيتر. وهي هذه راح تصير تطلع باور مش هيك؟ الباور هون شو راح يساوي؟ الباور اللي بتعطيني اياها هاي الهيتر شو بيساوي؟ تربيع على ار. ولا
ولا يساوي ايش؟ لا يساوي ايش يا شباب؟ في 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 تبرس. اوكي؟ هاي مفيدة جدا في الصناعة، افيد بكثير بالصناعة اني استعمل الفي ار ام اس مني استعمل الفي بي. تمام؟ تفضل. طب مش احنا بالعادة بنحط هو مثلا بالعادة مثلا هناك 120 لازم نحوله ل في ار ام اس. لا خلص ال 120 جاهزة. اه اوكي. انا بس بدي افهمك ال 120 من وين اجت. يعني كأني بقول لك لو اجيت انت طلعت على هاي على الاسلسكوب مش تقدر؟ مش تقدر تاخذ هاي وتحطها على الاسلسكوب وتتفرج عليها؟ شو راح تلاقي البيك تبعها؟ اكثر. قديش؟ 120 ضرب جذر. ممتاز. فلو انت رحت هلا اخذت هاي هون ورحت فتحت الاسلسكوب وحطيت هون ساينوسويدال طلع معك ساينوسويدال ويف فورم زي ما بتتوقع وتاكدت انها 60 هرتز في الحاله هاي، لو جيت اطلعت على هذا البيك من هون من هون لهون في بيك بيساوي 120 بجذر 2 اللي هو تقريبا 1.44 168 ضل حد يحسب لهذا تقريبا بيطلع 169 فلو جيت انت طلعت على هاي الويف فورم اللي هون راح تشوف انه هاي 169 فولت من هون راح تشوف انه هاي لانها 60 هرتز راح تكون هذه 16.6 ملي سكند مش 20 اه لانها 60 هرتز مش 50 هرتز من هون وراح تلاقي طبعا هاي الزاويه راح نعتبرها 0 ديجريز 169 ال 120 شو بتمثل بالنسبه لها؟ بتمثل ال ار ام اس هذا اللي راح يكون 120 بس انت خلص ما بدك تعمل شيء، احنا اتفقنا بالصناعه خلص اللغه اللي بنحكي فيها ار ام اس ما بنحكي ما حد راح يحكي في البيك بس انا بدي اياك تفهم العلاقه ما بين الساينوسويدال سيجنال اللي انت شفته هون والار ام اس فاليو اللي طلع معك تمام؟ واضح يا شباب؟